أهلا وسهلا فيكم، تعالوا نسوي مع بعض حلقة أم علي. حلقة مشهور ولذيذ وطيب جدا، إله كتير طرق تحضير بتختلف كل شخص بحضره على طريقته الخاصة. اليوم أنا رح أفرجيكم كيف بعمل حلقة أم علي. بالبداية بحب أستخدم عجين الباف بيستري الجاهز. هاي العجين بتكون مجمدة، لازم نطولها من الثلاجة ونتركها تدوب بحرارة الغرفة. في حال ما توفرت عنا هاي العجينة ممكن نستخدم الكرواسان مخبوز جاهز. رح أخذ أنا شرائح الباف بيستري بهالشكل وأحطها في صينية الفرن المبطنة بورق الزبدة زي ما شايفين. هيك أنا رصيت قطع الباف بيستري بصينية الفرن، وفورا رح أخذها على الفرن المحمى مسبقا. رح أخبز عجين الباف بيستري بالفرن المحمى مسبقا على الرف الأوسط، درجة الحرارة 180 تقريبا، بتحتاج 10 دقايق لربع ساعة. هلأ عندي هون طنجرة صغيرة، رح أبدأ بتحضير خليط الحليب. عندي 3 أكواب من الحليب السائل. مع الحليب بدي أضيف كوب واحد من كريمة الحلويات أو كريمة الخفق الخاصة بالحلويات. في حال ما توفرت نستخدم كوب واحد من القشطة أو الجيمر بدلها. عندي هون نص كوب من السكر ونص معلقة صغيرة فانيلا. ممكن نضيف بدل الفانيلا ماء الورد، ماء الزهر، ممكن كمان نضيف المستكة. بحرك المكونات وفورا رح أرفعها على النار. حطيت طنجرتي على النار، رح أستمر بالتحريك لحد ما تاخد معي مكونات هاي غلوة أو غلوتين بس، مش أكتر من هيك. مجرد ما وصل الخليط لمرحلة الغليان زي ما شايفين، هلأ رح أرفعه عن النار. هيك أنا انتهيت من خبز قطاع الباف بيستري. شوفوا ما أحلى اللون اللي حصلت عليه، رح تكون مقرمشة كتير من تحت ومن فوق. لازم نحمصها بهذا الشكل حتى تكون مقرمشة. اسمعوا الصوت، هيك لازم تكون. هلأ بتركها تبرد تماما ومننتقل للخطوة الثانية. هلأ أنا هون حضرت البايركس أو الوعاء اللي بدي أعمل فيه أم علي. بنقدر نستخدم أي نوع من الأوعية أو الصحون اللي بتفوت الفرن، ممكن نستخدم بايركس أو حتى فخار، وممكن كمان صواني عادية. ممكن نعملها بصحون فردية حتى تكون مناسبة كل شخص ياخد صحنه. وهلأ رح أبدأ أخد عجينة الباف بيستري الباردة المقرمشة وأفتتها بالجاف مباشرة بهالشكل. بتابع لحد ما أنتهي من كل الكمية. شوفوا قد بسهولة جدا تتفتت معنا. هلأ بس انتهيت من تفتيت العجين كاملة، مباشرة رح أضيف عليها المكسرات. أول إشي رح أضيفه هو جوز الهند. عندي هون ربع كوب، طبعا الكمية تقديرية وحسب ما أنتوا بتحبوا بتضيفوا. الزبيب، جوز عين الجمل، ممكن نضيف اللوز، البندق، الكاجو، أي نوع من المكسرات اللي بنحبها. وعندي هون معلقة صغيرة من القرفة للنكهة رح أضيفها. بدي أقلب هلأ الباف بيستري مع المكسرات والقرفة. وزعت المكونات بالبايركس بهالشكل، وهون بيجي دور إضافة خليط الحليب والكريمة اللي حضرناه سوا. رح أصب خليط الحليب والكريمة فوق العجين والمكسرات، ولازم أغمرها وتكون فيها شوية نسبة من السائل حتى ما تتقل معنا بعد ما نطولها من الفرن، لأنها رح تتقل وتتشرب كل كمية الحليب والكريمة وبتصير جامدة كتير. أنا بدي إياها تضلها فيها طراوة نوعا ما. وبعد هيك بيجي دور المكون الأخير واللي هو القشطة، القشطة أو الجيمر أو ثيك كريم. وإذا ما توفرت عنا بنقدر نستخدم كريمة الحلويات نخفقها ونضيفها على الوجه بدل القشطة. عبيت القشطة بكيس حلواني حتى أسهل فردها على الوجه. طبعا هي خطوة اختيارية، ممكن نضيفها مباشرة ونفردها. هلأ هيك صارت عندي أم علي جاهزة تفوت الفرن. زي ما شايفين القشطة وزعتها عشوائي، هلأ هي رح تدوب مع الحرارة وتعطيني اللون اللي بدي إياه. حطيت صينيتي في الفرن المحمى مسبقا، الرف الأخير من تحت والنار مولعة بس من فوق. بدي إياها تاخد وجه ذهبي وتدوب القشطة على وجه الحلا زي ما شايفين معي. وهيك صارت أم علي جاهزة. شوفوا محلى الشكل. عندي هون رح أعيد كمية المكسرات اللي حطيتها جوا على الوجه، بس رح أوزعها بشكل لطيف. نبدأ بجوز الهند، الزبيب، جوز عين الجمل، كتير بلبق لها كمان الفستق الحلبي. وعندي هون حتى أكسر اللون الورد المحمدي أو الورد القابل للأكل زي ما شايفينه، هاد بيكون لونه زهري. باخد منه الورق بس وبفتته كمان هيك على الوجه، تعطيني لون كتير لطيف. بستخدم تنتين أو ثلاثة بس. خلينا هلأ نجرب وندوق مع بعض. ما شاء الله شوفوا القوام، الريحة كتير طيبة والنكهة كمان تاخد العقل. صحتين وعافية.